ابو حميد مساء الخير. كابتن هاني مساء الخير عليك. نورنا ومشرفنا دايما ودايما مبدع، والنهارده يعني عندنا حاجات كتيره جدا ان شاء الله نلحق نخلصها، لانك محضر حاجات على مستوى النادي الاهلي وعلى مستوى منتخب مصر. طيب على مستوى النادي الاهلي نبدا معاك، ومحضر لنا ايه النهارده؟ في البدايه طبعا مليون مبروك طبعا للنادي الاهلي وجماهيره ومجلس ادارته، البطوله ال 11 بتوقيت النادي الاهلي طبعا يمكن انجاز رياضي تاريخي بكل ما تحمله كلمه انجاز من معنى، طبعا يمكن انا اقصد المعنى ده بكل تاكيد لسبب بسيط. فالنهارده الاهلي خلال البطوله دي بيحقق ارقام قياسيه، بيبتعد عن اقرب منافسيه لاكثر من الضعف. النهارده الاهلي خلال اخر اربع مواجهات نهائيه بيحقق ثلاثه منها، دي يمكن البعض خلاص اتعود ان البطوله دي بيحصل عليها بيشوفها انها حاجه سهله، لا الموضوع مش سهل خالص، الموضوع صعب جدا، الموضوع وراه تنظيم وراه تمويل وراه جهد من اللاعبين ومجلس الاداره والمدرب والمديرين الفنيين. فالموضوع احنا بالنسبه لنا يمكن بنشوفه يمكن الى حد ما سهل عشان الاهلي عودنا ان بنحصل على البطوله، ولكن الموضوع اكتر من كده. فعشان كده كلمه انجاز رياضي هو طبعا انجاز رياضي بكل ما تحمله كلمه من معنى. يعني بص دايما الواحد وانا برجع بالذاكره كده للسنه اللي فاتت واللي قبليها، ولما النادي الاهلي يعني هيلعب في كاس العالم للانديه، قبل كاس العالم للانديه ما يبدا قلت نفسي النادي الاهلي يقابل ريال مدريد في كاس العالم للانديه، دلوقتي نفسي يقابل النادي الاهلي يقابل المان سيتي. فاكيد كل الطموحات وكل جماهير النادي الاهلي كمان، يعني احنا دايما بنبص لقدام ستيب فورورد، يعني دايما بنبص وطموحاتنا كبيره جدا، وحضر نفسك بقى لان هتكون بقى احصائيات كتير جدا من كتر قوه الضعف الاهلي ومان سيتي ان شاء الله في كاس العالم.